فابو جبل ضيع شال الليله. نجم من نجوم مصر مش لاعب نزل حتى كابتن سامي، وانا مختلف مع حازم تمام. هو دي المشكله، المشكله ان هو حازم لا مصر، هو ابو جبل راح يشوط الارض. هو احنا طلعنا عشان ابو جبل من احسن الاجوان، خد مننا هو اللي راح يشوط، ولا لما التاني مهند لاشين، مهند لاشين قال لا مش هلعب مش هشوطها، انا عاقب مهند لاشين. انت كنت في معركه لما اقول لك اطلع قاتل تقاتل، فابو جبل جون، الواد التاني دارس الجون بتاعهم عارف فين، واخد بالك؟ فابو جبل ضيع شال الليله. لا اللي يشيل مهند، لان مهند هو اللي خاف وهرب تمام، ومش مش حازم امام اللي يشيل، لانه مش هو برضه اللي خاف وهرب مظبوط. فهي الكره عندنا ثقافه عايزه معالم الشرف. حاله رجوعك يعني للنادي القرارات اللي انت، لا بص صعب جدا جدا، مفيش حاجه يعني اسمع بس. لا وانا في طعن في الاداريه باشا، وحد مشاني لا انا لا زوجتي ولا امير اول واحد اتفق مشي، مش شتم ولا احمد، مش انا بعد ما مشيت وصممت امشي احمد جه اسبوع جالنا في اجتماع كده مع ناس كبار قال لهم لا انا همشي، قالوا كلامك صح. في تعابين جوه النادي، وطول ما التعابين دي موجوده والسرطان ده موجود، يعني السرطان ده موجود خساره النادي الزمالك. ايوه والله حقيقي، والله حقيقي. كلمة توجهها بقى لأهالي غزة عشان خاطر لا ده أنا حضرتك متابع معاهم فيديوهات على طول وبتقدم حاجات في 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 المحكمة الدولية. بص يا بيه، أنا من أول يوم عملت على صفحتي بيان، وبعدين عملت فيديوهات، عملت 4 أو 5 فيديوهات. مش عايز أقول لك غزة وفلسطين كلهم بيبعتوا لي يقولوا لي أنا عملت شكوى للمحكمة الدولية بكل اللغات، إبادة جماعية، نزوح إجباري، وقت الاطفال ضرب مستشفيات وكنايس ومدارس وجامعات، ما فيش حاجه ما عملهاش. شهاده القصر. هو ده النزوح الاجباري. تمام؟ انا قبل جنوب افريقيا بقد ايه؟ انا 11 11 23 بكتر من شهر. العيال بتوع الاخوان الهربانين بره اللي اردوغان هيكتفهم كلهم في حبل بقى وهبعتهم، واخد بقى؟ انا بقول لك خلاص دول اعتبرهم، شوف شكلهم بقى لهم 3 ايام تمام؟ لو ابوهم مات